السلام عليكم، اليوم راح ناخد درس المضلع التكراري والمنحن التكراري، هلأ المضلع التكراري والمنحن التكراري بقدر أرسمهم على نفس الرسمة، بس قبل ما أبلش أنا أرسم الرسمة، حنرجع لدرس المرة الماضية لما يكون عندي اللي هي فئات وكان عندي تكرار، هلأ العمودين هدول راح أضيف عليهم عمود ثالث راح أسميه مركز الفئة، يعني كل فئة عندي بتبلش من حد أدنى وحد أعلى. هلا عشان اطلع انا مركز الفئه شو بعمل بجمع الحد الاعلى زائد الحد الادنى وبقسمهم على اثنين هاي بسميها مركز الفئه معناته هون رح اطلع اول خطوه بعملها لما اطلب منك مضلع او منحنى تكراري اطلع مركز الفئه طيب نيجي شو المضلع والمنحنى التكراري هلا الرسم البياني اللي رح يصير عندي رح يصير عندي رسم بياني عم يحول السينات رح احط هون مركز الفئه فمحور الصادات راح أحط التكرار اللي هو الموجود عندي بالسؤال هلا إذا كان السؤال طالب منك تطلع لي مضلع تكراري النقاط اللي بس أحددها هاي بوصل في بناتهم إذا وصلت بيناتهم بالمسطرة بنسميها هاي الرسمة اللي طلعت معك مضلع تكراري هلا إذا النقاط هاي وصلت بينهم عادي بدون مسطرة ووصلت بينهم بإيدي بسميها هاي منحنى تكراري فالتنتين رح أرسمهم على نفس الرسمة بس أنا هنا راح أوضحلكم إياهم كيف يكون على رسمتين مختلفتين بس إنه هي نفس الرسمة يعني نفس تحديد النقاط السينية والصادية ولكن اللي هي المضلع التكراري تمام تمثيله أو بقدر أنا أوصل بين النقاط الموجودة بقطع مستقيمة بالمسطرة أما المنحنى التكراري لا بدون استخدام مسطرة نأخذ أول سؤال السؤال الثاني بحكي لك مثل مثل البيانات الوارده في الجدول التكراري الموجود عندي هون بمضلع تكراري مضلع تكراري برجع بحكي النقاط اللي بدي اوصلهم بوصلهم بالمسطره بخطوط مستقيمه كيف بدي احدد اول خطوه بعملها انا عندي هون فئه وهون عندي تكرار باجي مباشره بضيف خانه ثالثه او عمود ثالث تمام هذا العام كنت بسميه مركز الفئة مركز الفئة كيف بطلعها حكينا حد الأدنى زائد الحد الأعلى على اثنين يعني مثلا لما بدي أجي أحسب مركز الفئة لا الفئة الأولى هاي الحد الأدنى والحد الأعلى بقسمهم على اثنين واحد زائد خمسة بيساوي ستة على اثنين رح يكون عندي هون مركز الفئة ثلاث نفس الشي هون الحد الأدنى زائد الحد الأعلى اتنين رح يكون عندي حد الأدنى ستة زائد عشرة اتنين لو حكيت للأعلى زائد الأدنى نفس الشيء هي جمع المفصلة المهم القيمة الأولى زائد القيمة الثانية وبقسم على اثنين راح يكون عندي مركز الفئة للفئة هاي الثانية اللي هون اللي هي ستة وعشرة ستة زائد عشرة ستاش على اثنين تمانية معت مركز الفئة هون تمانية هلا بعد ما حليت انا وطلعت مركز الفئة تمام هاي الخطوة الاولى باجي برسم رسم بياني بحيث يكون عندي محور السينات حكينا تمام اللي هي مركز الفئة وهون التكرار مركز الفئة اللي هي مثلا تلات تمانية شو ما كانت الأرقام ببلش أنا أرقم فيها مثلا من الواحد لأعلى رقم وصلت له نفس الشي التكرار عندي التكرار ببلش من أربعة وبنتي لسبعة لو رقمتها من هون من واحد لسبعة برضو أوكي بزبط هلا ببلش أخذ أزواج لما كانت مركز الفئة تلات أديش كان التكرار؟ باجي واحد، اثنين ثلاث وبطلع طلوع لفوق لحد ما أوصل لأربعة، تمام؟ وبحط أول نقطة، باجي للنقطة اللي وراها مثلا لما كانت ال- مركز الفئة تمانية، أديش كان التكرار؟ بطلع طلوع لفوق هاي اللي هي خ- تمانية لحد ما أوصل على محور الصادات للخمسة وبحط النقطة التانية. هلا بما إنه هون السؤال طالب منك اللي هو مضلع تكراري هدول النقطتين بوصل بينهم بالمسطرة مش باليد، بتجيب المسطرة وتوصل بين النقطتين بالمسطرة. لو حكى لك منحنى تكراري عادي لو وصلت بإيدك هيك وكان في انحناءة برضه تمام. هلا ناخد اللي هي الحل ورا هسا أنا كيف الطريقة اللي بنحل فيها. نيجي ورا أول خطوة أنا طلعت مركز الفئة وفرجتكم كيف طلعت مركز الفئة هاي اللي هي هاي الخانة اللي أنا تحت، باخذ اللي هي الفئة الأولى اللي هي الحد الأدنى زائد الأعلى بقسم على اثنين، فطلع مركز الفئة الأولى ثلاث، وكان التكرار لهي الفئة أربعة، لما كان مركز الفئة ثمانية لما حسبته التكرار خمسة، وللآخر تلتاش، تمنتاش، تسعة وسبعة، هلا بوزع على محور السينات هون حكينا مركز الفئة وهون التكرار. وباخذ لما كان تمام اللي هو مركز الفئة لما كانت ثلاث تمام هون كان عندي التكرار أربعة فبوصل أنا من فوق من الأسفل للأعلى لحد ما أوصل لا النقطة اتحاد اللي هي السين والصاد بحط اللي هي النقطة التالية نفس الشيء لما كان تمانية هي كانت تكرار هون عندي خمسة بحط النقطة الثانية لما كان مركز الفئة 13 كانت تكرار عندي تسعة وبكمل الرسمة كاملة وبوصل بين النقاط بالمسطرة بالتالي الرسمة عندي الموجودة على اليسار هاي مضلع تكراري ننتقل للسؤال الثاني الجدول التالي بيعطيك اللي هي أوزان لعشرين طفل بالكيلو جرام فئات الأوزان من عشرة لأربعة عشر من خمسة عشر لتسعة عشر من عشرين لأربعة وعشرين مثل هذا البيانات بمضلع تكراري نفس الشيء بما إنه طالب مضلع أو منحنى تكراري بعمل خانة تالتة اللي هي مركز الفئات لأن أنا ما بدي آخذ باخذ التكرار مع مركز الفئات وهاي بلغيها هدول التنتين بس اللي بياخدهم مركز الفئات الأوزان مباشرة الفئة الأولى اللي هي عشرة زائد أربعتاش على اتنين عشرة زائد أربعتاش اللي هي أربعة وعشرين على اتنين اللي هي رح يكون عندي مركز الفئة الأولى رح يكون اتناش وبكمل مركز الفئات الثانية هاي هون بالرسمة طلع لكم أنا مركز الفئة، تمام؟ ونحدد، حكينا مركز الفئات اللي هي هون راح يكون السينات، هاي راح تكون السينات، وهي راح تكون الصادات، لمكان اللي هي مركز الفئة 12 تمام؟ اللي هي التكرار عندي اثنين. والنقطة هاي هي نقطة تلاقيهم بحدد النقطة الأولى والثانية والتالتة بوصل بين النقاط باستخدام المسطرة لأن أنا هنا طالبة مضلع تكراري يجي للسؤال التالت. السؤال الثالث سؤال عندي أعمار خمسة وثلاثين مراجع لعيادة طوارئ في مستشفى بدي تعمل لي منحنى ومضلع تكراري هلا بما اني طلبت منحنى او مضلع بامكاني ارسمهم على نفس الرسمه بامكاني افصل بينهم بس رح افصل هون انا عشان افرجيكم انه شو إيه شو بيفرقوا يعني عن بعضهم من نفس النقاط نفس تحديد النقاط نفس الخطوات يعني هون نفس الشيء انا رح اعمل اول خطوه هون رح اعمل اللي هو مركز الفئه باخد القيمه الاولى زائد القيمه الثانيه على اتنين. فبالتالي هون انا رح يكون عندي ال المعطيات راح تكون عندي نفس الشيء راح يكون عندي مركز الفئة اللي هي تلات التكرار اثنين مركز الفئة ثمانية تكرارها تلات، على النقاط أنا أريد محدديتهم، محدد النقاط اللي هي السيني والصادي، هلأ الرسم اللي فوق هاي هاي مضلع تكراري، أنا وصلت بين النقاط بخطوط مستقيمة بالمسطرة. هلا الرسمة الثانية هاي رح تكون منحنى تكراري، نفس النقاط، نفس الأبعاد، نفس كل شيء، بس أنا هون النقاط لما أوصل بينها ما بستخدم مسطرة، بستخدم إيدي، فبالتالي رح يكون في عندي شوية انحناءات، فبالتالي أنا بسميه منحنى تكراري. اليوم راح ناخد آخر درس في بحث الإحصاء اللي هو درس القطاعات الدائرية، خدنا إنه يمكن تمثيل إحنا البيانات بطرق مختلفة، أخدنا منها المدرج التكراري، المطلع التكراري، والمنحنى التكراري، اليوم راح ناخد اللي هي طريقة جديدة اللي هي القطاع الدائري، فبالتالي بما إنه قطاع دائري معناته هانا راح أصنف البيانات في دائرة، القطاع الدائري هو جزء من الدائرة محصور بين نصفين أقطار. وجزء من المحيط الدائرة هاي رح أقسمها لأنصاف شرط أنصاف رح أقسمها لأجزاء اللي هي بتتناسب مع اللي هي القيمة الموجودة عندي بالتالي أنا هون أول خطوة لازم أعملها اللي هي أعرف قياس كل زاوية يعني قديش مثلا الربع الأرباع واللي هي الزوايا اللي أنا بدي أعملها جوا والتقسيمة كيف رح تكون على أي أساس رح يكون في عندي مفهوم اسمه هنا زاوية القطاع الدائري هي الزاوية المحصورة بين نصفي قطر في دائرة مثلا لو أنا عندي هاي القطاع الدائري تمام هلا هل الزاوية هاي المحصورة هون بين اللي هي اه نصفي أقطار بنسميها زاوية القطاع الدائري كيف بطلعها أنا هاي زاوية القطاع الدائري عدد البيانات الفرعية على عدد البيانات الكلية ضرب مية بالمية أو اللي هي ضرب 360 لأنه مجموع قياس الزوايا جميع المرسومة حوالين النقطة رح تكون 360 نأخذ أول مثال السؤال بحكي لك تمثل البيانات في الجدول الآتي مبيعات السوق المركزي في عمان مقدرة في وحدة الطن هلا هاي البيانات مثل لي اياها في قطاع دائري مثل لي اياها بقطاع دائري بدي احط البيانات جوا دائرة هلا انا اول خطوه هون انا بدي اعرفها اني انا هون لازم اعمل دائره طيب هلا انا هاي الدائره كيف اقسمها اعملها ارباع اعملها اثلاث هلا هذا الاشي اللي بعرفه انا من هو من الرسم اللي بالجدول اللي عندي اني يعني انا عندي اربع مواد فبالتالي هون راح يكون عندي لازم تتقسم على الدائره هي تتقسم على اربعه هلا الأربعة نفس ال القيم مثلا هيك روح أعملها أنا مثلا زي هذا الشكل، لا هلأ أنا كيف بدي أعرف كيف بدي أميز؟ لازم أطلع أنا زاوية القطاع. كيف أطلع زاوية القطاع؟ باجي لأ مجموع كل اللي هي القطاعات الموجودة، يعني أنا هون عندي بندورة ميتين وأربعين، مية وثمانين، بطاطا، بصل مية وعشرين، وملفوف ستين، بجمع جميع القطاعات اللي هي ميتين وأربعين. زائد مية وثمانين زائد مية وعشرين، زائد ستين، بجمعهم، هلأ هدول مجموعهم بيطلع ستمية، تمام؟ جمعت كل هدول القيم، طلع معي اللي هو المجموع ستمية، معناته هون رح يكون عندي القطاع الكلي مجموعه ستمية، هلأ. هلا لما بدي انا احسب زاوية القطاع الفرعي مثلا للبندورة كيف بدي احسب زاوية القطاع الفرعي الها باجي زاوية قطاع البندورة بالساوي الفرعي قديش ميتين واربعين على الكلي قديش حكينا ستمية ضرب 360 تمام هلا هون انا بختصر الصفر مع الصفر وبختصر الست مع الستة وثلاثين وبضرب اللي هي ميتان واربعين في ستة هلا هون بيكون عندي مقدار قطاع اللي هي البندورة نيجي لورا زي ما حكيت عندي البندورة ميتان واربعين تمام على ستمية ضرب 360 وستين طلع عندي قطاع البندورة مية وأربعة وأربعين، بندورة هون باللون الأزرق وهي أكبر قطاع تمام؟ نيجي للبطاطا، البطاطا لو رجعنا لها للجدول هي مية وثمانين على مجموع القطاعات الكلية ستمية ضرب 360 وستين بطلع عندي مية نفس الطريقة بحسب البصل والملفوف، فطلع عندي زاوية القطاع اللي هي الزاوية طبعا هاي القيم كلها اللي هي الزاوية زاوية القطاع زاوية البندورة مية وأربعة وأربعين معناته هي رح تاخد أكبر نصيب في التوزيع اللي هي الدائري الموجود عندي هون مية وثمانية البطاطا وأصغر إشي رح يكون الملفوف انتبه هون على الرسمة اللي بالأزرق هون عندي البندورة أخذت أكبر قطاع اللي هي مية وأربعة وأربعين البطاطا رح تاخد اللي هي القطاع اللي هي يليه والبصل وبعدين راح يكون اصغر اشي الملفوف رح يكون اصغر جزء او اصغر اللي هي جزء من الدائره راح يكون للملفوف بالتالي اللي هون توزيع ال تقسيم الدائره ما راح يكون بالتساوي لانه القطاعات مش متساويه بالارقام طيب نجي للسؤال الثاني نجاح سجلت اللي هي أنشطتها اليومية في جدول النشاط الموجود عندي الأنشطة الموجودة عندي ياها لنجاح اللي هي مطالعة ونوم ومدرسة وحل واجبات ومشاهدة تلفاز وأشياء أخرى طبعا أكيد اليوم بما أنها سجلتهم في يوم راح يكون عندي اليوم هو أربعة وعشرين ساعة فبالتالي أنا لو جمعت هي المجموع الكلي للقطاعات راح يكون عندي بالأسفل أربعة وعشرين ساعة اللي هو المجموع الكلي اللي هي الزاوية الكلية للقطاع أو عدد الكل للزمن هلا السؤال بحكي لكم رسم البيان التالي بمثل اللي هي أنشطة نجاح أنا معطيك الرسمة جاهزة وبسألك اللي هي أسئلة عليها هلا قبل ما اللي هي أسئلة الأسئلة عليها أكبر اللي هي تقسيمة جاي للون الأزرق هاد هلا بما اني انا دائما لما بدي احسب الزاويه واشوف مين اكبر زاويه واصغر زاويه مثلا باجي للقطاع وبقسمه على القطاع الكلي القطاع الكلي هون لو جمعت هدول القيم هو راح يطلع عندي 24 بالتالي مثلا بدي اطلع زاويه قطاع المطالعه بقسم 2 تقسيم 24 ضرب 360 تمام هلا بما انه النوم عندي اكبر قيمه فإشي طبيعي يطلع القطاع الأزرق اللي هو أكبر مساحة هاي رح تكون للنوم لأنه تمانية تقسيم أربعة وعشرين رح تطلع عندي القيمة أكبر من اثنين تقسيم أربعة وعشرين فبالتالي كل ما كانت القيمة هون كبيرة كل ما كان القطاع أكبر هلا هون سألينا وراء أسئلة على القطاعات هاي كيف يمكن أن تعين قطاع النوم؟ هلا قطاع النوم برجع بحكي اللي هو القطاع اللي باللون الازرق ليش اللي باللون الازرق لانه له اكبر قيمه هون النوم 8 لو قسم 8 على 24 ضرب 360 رح تطلع اكبر قيمه فبالتالي قطاع النوم هو القطاع اللي باللون الازرق وهو اكبر قيمه ما قياس زاوية كل من قطاع المطالعة وقطاع النوم؟ قطاع المطالعة لو اجينا هون مطالعة القطاع اثنين والقطاع الكلي حكينا أربعة وعشرين فبالتالي لما بدي أنا أجي أحسب للمطالعة اللي هو اثنين اللي هو القطاع الجزئي على أربعة وعشرين القطاع الكلي ضرب ثلاثمية وستين بحاول أبسط بقسم الطرفين على مثلا اثنين اثنين بصير واحد على اتناش ببسط هاي القيمة معها هاي بطلع عندي ثلاثين قطاع النوم لو رجعنا قطع النوم حكينا النوم 8 ساعات والكلي 24 فبالتالي رح يكون عندي هون 8 على 24 ضرب 360 يساوي 120 سؤال فرع جيم هون كلك أي القطاعات متساوية هلأ بقدر أنا أعرف أي القطاعات متساوية بشغلتين، أول إشي هون اللي أجيت أنا للجدول، شو الجدول اللي هو ساعاته متساوية من الجدول شو الساعاته متساوية اللي هي عند نجاح؟ هلأ نجاح عندها شغلتين ساعاتهم متساوية اللي هو المطالعة وأحد الواجبات المدرسية، ومشاهدة التلفاز، وأشياء أخرى. هلا هدول المطا... القطاعات رح تكون متساوية نيجي هون هون للجدول هون للقطاعات عندي هذا القطاع اللي هو باللون الأزرق بيساوي هذا القطاع اللي باللون النهدي القطاع اللي باللون الأحمر بيساوي القطاع اللي باللون البرتقالي طيب أنو منهم لا المطالعة وحل الواجبات وأنه لمشاهدة التلفاز طبعا المطالعة وحل الواجبات القيم فيه اثنين أما مشاهدة التلفاز, التلفاز وأخرى اللي هي قيمها ثلاثة وبالتالي مشاهدة التلفاز أخرى حتكون قطاع أكبر من مطالعة وحل الواجبات المدرسية فبالتالي راح يكون اللي باللون النهدي هذا هون مع اللون الأزرق الغامق هذول راح يكونوا للمطالعة وحل الواجبات المدرسية أما مشاهدة التلفاز وأخرى رح يكونوا باللون الأحمر والبرتقالي. فهي القطاعات متساوية قطاعات أخرى قطاعات مشاهدة التلفاز وحكينا كمان اللي هي قطاع اللي هو مطالعة وحل الواجبات المدرسية. السؤال الأخير في عندي أسرة قامت بتقسيم الدخل الشهري لهم اللي هو أربعمائة دينار على ثلاث مجالات المجال الأول اللي هو مأكل ملبس وفواتير المأكل بيصرفوا عليه مئتين دينار الملبس مئة وخمسين والفواتير خمسين السؤال بيحكي لك اللي هي صنف هاي البيانات في قطاع دائرة بما انه عندي ثلاث بيانات بصنفهم في دائرة فبالتالي عندي رح يكون عندي هون ثلاث زوايا هلا أي الزوايا راح يكون أكبر؟ أكيد راح يكون اللي هو قطاع المأكل، لأنه له أكبر قيمة فالتالي راح تكون أكبر زاوية، بعدين الملبس، بعدين الفواتير، من قبل ما أحسب ببيز إنه هذا القطاع هو راح يكون الأكبر، هلا كيف بدي أحسب؟ هلا القطاع الكلي كيف بعمل؟ بحسبهم كامل، هدول لو جمعتهم أنا راح يطلع عندي جوابهم أربعمية، لأن أنا من أساس حاكية لك المبلغ كامل أربعمية. فبالتالي كل قطاع كيف بدي احسب زاويته قطاع المأكل الزاوية اللي هي ميتين على القطاع الكلي اللي هو أربعمية ضرب ثلاثمية وستين هذا قطاع المأكل وقيمته طلعت مية وثمانين اللي هي نصف الدائرة نيجي لقطاع الملبس مية وخمسين قيمة القطاع على أربعمية اللي هو القطاع كامل تمام ضرب ثلاثمية وستين أول شي بعمل عملية القسمة تمام بعدين بضرب او اذا بدكم تختصروا البسط مع المقام برضو بصير. فبالتالي راح يطلع عندي الملبس 135 قطاع الفواتير اللي هي قيمة الصرف للفواتير 50 على الصرف الكلي او الراتب الكلي اللي هو 400 ضرب 360 واربعين. فالتصنيف التالي اللي بتجد بالدائرة هون عندكم المأكل 180 لانه اخذ نص دائرة تمام عشان هيك حطيت نص دائرة لأنه هي قيمته مية وثمانين، وبالتالي نص الدائرة الثاني هون راح يكون للملبس وللفواتير، هلا بيرجع لكم كيف كنت تقسموهم بس إنه بما إنه الملبس أكبر فبالتالي راح أعطيه زاوية أكبر،